وما كنتوا عم تتابعونا أصدقائنا المشاهدين، لكم أخلص التحديات. يومنا الجديد ابتدى مثل ما سبق وذكرنا، أنا وإيليا رح نتابع معكم لا تمام الساعة 11:30 إذا الله راد بتوقيت بيروت. أما هلأ المحطة مثل ما دايما تعودتوا بصباح كل نهار أربعة بنلتقي مباشرة مع الخبير الزراعي مروان حيدر. مروان دايما بخبرنا عن سلته الزراعية وبيختار نبتة بيعرفنا عليها، وبدنا نقول له هلأ صباح الخير وبونجورك. بونجور سحر، بونجور للمشاهدين. كيفك اليوم صباح مروان؟ كثير منيح، عطول مع الزراعه والشتول والخضره، حتى ببلش نهارنا حلو اكيد، وبيضل حلو كل النهار ان شاء الله. دايما في احلى منها هيك؟ الواحد يضل عايش مع الخضره والفواكه والزرع والنبات، اجمل شيء. صح صحيح، خاصه اذا عم تنجي دغري من المزارع وعم نشتغل فيها ديركت، تعطي شوي هيك رونق وطعمه وشهيه اكثر اذا بدك. يعني بس توصل الخضره الصبح بننبسط فيها كثير، وحتى عشيه اوقات كثير بننزل بنكون، يعني غير انه بنشتغل بالزراعه واللاندسكيبينج وتنسيق حدايق، هالخضره زادت هيك قيمه مضافه شوي لبيت الزراعه، والناس اللي عم تيجي كمان عم تاخذ خضرتها هالطازه، كمان صاروا مثل العيله، بيجوا هن بنقوا اغراضهم، هن بيعملوا سللهم، هن بيساعدونا، وهن كمان بيجيبوا لنا اكياس تيوفروا علينا ويوفروا على البيئه كمان مشاكل البلاستيك والنايلون. يعني دايما بيقولوا على السليل اللي عم نعملها، بيقولوا مروان ما خليت، امبارح كنا بالحديث انه بيقولوا ما خليت، قد ما بتشوف ناس للاسف سودة من جوا قد ما بتشوف ناس بيضة من جوا، وفعلا بتحط كل تقله لتساعد ولتعطي، وهيدا العطاء عم بيتجسد من خلال سلتكم الزراعيه. بتحب تبلش فيها ولا بتحب تبلش بالنبته؟ اكيد بنبلش فيها وبننتقل على الزهره، بس انا هون بدي اقول دائما الفضل مش لبيت الزراعه ولا لنا، الفضل للمزارع اللي عم بيعطينا اسعار كثير حلوه، فضل للناس اللي عم تنتج ببيوتها عم بيعطونا اصناف رائعه، طعمه رائعه ونوعيه كثير منيحه، وكمان بعد الفحص عم بيكونوا ما فيهم لا جراثيم ولا مواد كيميائيه ولا ميتولول مواد ثقيله اللي معقول تاذينا. هالاصناف اللي عم تنعمل بالبيوت بدون اي مواد حافظه هن عم بيعطونا اسعار حلوه، المزارعين عم بيعطونا اسعار حلوه. نحن ما بنبيع اورجانيك، دائما بذكر انا ما ببيع اورجانيك، نحن بنجيب من عند مزارعين اكيد بيحترموا طريقه الرش، بيحترموا طريقه الوضع الكيماوي وكيف فتره التحريم قبل القطف، هذا اللي بيميزنا. بس نحن ما بنجيب ابدا ولا بنبيع اورجانيك، بس لحتى نوضحها كثير ناس تفكر عنا اورجانيك، لا بس عنا اكيد بضاعه نوعيه كثير منيحه. قريبا اذا قدرنا نعمل كوان اورجانيك بس نكون مأكدين من المصدر، اكيد ما بنقول لا، بنكون اول الناس يلي رح نشتغل فيها. رح بلش شوي على فكره بيت الزراعه، يعني بعد ما بلشنا بالخضره والمونه حبينا نفوت الحبوب على بيت الزراعه للناس كلها تستفيد من حبوب بلادنا، ما عم نجيب اشياء من برا، ما بنجيب من بلاد خارج لبنان، ما بيجيب مصانع ولا معامل، عم نجيب دغري مزارع او اشخاص عم يزرعوا قدام بيوتهم او باراضيهم وعم ناخذ ديركت منهم. اليوم او هالجمعه بلشنا بالحمص، هالحمص الحبة الصغيرة، بتعرفي كثير ناس بتنقي الحمص إذا كبيرة بفكروا الحبة أحلى، الحمص الحبة الصغيرة البلدي بيعطي نكهة كثير قوية، شعطة بالأكل طيب كثير، ومن أول ما تغلي المي ببلش يهلط ويستوي، هذا شيء بيميز الحمص البلدي، عشان هيك نحن حبينا نضوي عليه ونحكي عنه. كمان عندنا السماق، يا السمسم باردون، كمان عندنا السماق موجود، السمسم البلدي كمان بقشره عم بيكون نوعية جيدة جدا، عم نكون إذا بدك سباقين انه ناخذ من كثير ناس عم بيعملوا سمسم ونوزعهم، واكيد نحن ما عم نقول ما عم يعني نعمل مضاربه اكيد، بس اكيد الاسعار حتكون كثير منيحه والنوعيه جيده جدا. عندنا الفريكه، كثير ناس بتحب الفريكه وبتتعذب شوي تتلاقي نوعيه فريكه طيبه، هالفريكه معموله بطريقه كثير مميزه، محطوطه على العالي والعينه مولعينها على العالي، بهالطريقه بنكون عم يعملوا اصناف فريكه طيبه خاليه من الرمل وخاليه من الشوائب، مشان هيك هالفريكه عنا عم تنطلب كثير. العدس كمان فكره انه العدس الحبه الصغيره منه كثير طيب، بالعكس الحبه الصغيره طعمه رائعه، كمان بيستوي دغري اذا بدك منوفر غاز بهالايام ما بده كثير وقت على النار. ايه صحيح. وطعمته جيده جدا، هالعدس كمان شغل وطني بامتياز، وتحديدا من منطقه القليعه عم يجيبون اصناف جديده ومميزه، وفي كثير ناس هلا عم بيعرضوا علينا اصنافهم، اكيد حبوب رح نجيبهم ونحطهم عنا ببيت الزراعه، وبهالطريقه بكون هالاصناف عم توصل للكل. فوتنا على الاصناف اللي عنا اياها، اكيد هالزيت من لونه ومن شكله اكيد بشهي، هالزيت شغل منطقه عين قبل عم نبيعهم بهالقنينه، كمان نوعيه كثير طيبه، يلي جربهم اكيد عم يعرف قديش هالصنف مهم. فوتنا السبيسياليتي الارمنيان،
الكعك الأرمني يلي فيه منه مالح وفي منه حلو وفي منه القطا، في هيك حشوه طيبه كثير بقلبه. كمان هالكعك ما كنا نفوتهم قبل، يعني ما سابت تعرفنا على حدا بيعمل كعك طيب بسبيسياليتي ارمنيانه مميزه، كمان صرنا عم ننزلهم وعم بيعطوا نتيجه كثير حلوه والناس عم بتحبها. واكيد السله بعدها على طول مثل ما شفنا هالسله، مثلا سله الخضره اللي بنعملها فيها بقلي، فيها نعنع، فيها بقدونس، فيها فيها رشيد وفيها فجل وفيها بصل وفيها حامض. هو السلال يلي نحن بلشنا فيهم من سنين وبعدنا مكملين فيهم، مثل سلة الموز يلي كمان بعده الكيلو عنا ب10,000. قد ايه طلع الموز وقد ايه يعني وصلت اسعاره عالية، كانت نحن على طول عنا السلة ب10,000. عم نحافظ على هالاسعار لانه الناس عم بتساعدنا، المزارعين عم بيساعدونا، مش لانه نحن عم نكون عم نجيب اسعار ونبيعها ارخص، لا نحن عم نجيبها باسعار حلوة عم نبيعها مثل ما هي علينا. يعني هون بحب اقول الحاج محمد تقي من وقت ما طلعت اسعار الموز ضل يعطينا اياه بسعر موحد لنا تنضل نقدر نبيع ب 10,000. كمان في كثير ناس مثل الاستاذ مايكل تن يلي كان يعطينا تفاح باسعار كثير مميزه ب 5,000 ليره تنقدر نحن كمان نبيع التفاح ب 5,000، ايام كان التفاح ب 25,000. فمن هالمنطلق في كثير ناس واقفين حدنا، في ناس عم نصور عنده ببرنامج العوافي كمان عم بيحبوا عرفوا فكره اللي عم نعملها بيوم جديد وباجنده، كمان عم بيقدموا وعم بيقدموا يعني مونتون وانتاجيتون بنوعيه كثير جيده جدا واسعار عن جد عم تكون كثير منيحه. من هالمنطلق نحن مكملين ماشيين، وان شاء الله يعني طالما عم بيكون عندنا انتاج منيح، انتاج جيد، نوعيه رائعه. انا هون بحب اقول شغله، مش اذا السله ب 10,000 او الكيلو ب 10,000 معناتها النوعيه عاطله، ابدا. نحن ما بنجيب الا احلى نوعيه، احلى صنف من عند احلى مزارعين يلي عم يزرعون ويهتموا بارضهم مثل ما بيهتموا بعيالهم اذا بدك، يعني عم بيكون انتاج رائع جدا. مروان رجعنا انتقلنا سحر وصرنا نجيب المونه. نعم سحر، يعني قبل ما نفوت هيك على المونه لنحكي سريعا نرجع ننتقل للنبته، هل بتخافوا من قصه الاستمراريه؟ هل موضوع الاستمراريه بينطرح عندكم؟ لانه بس يكون الواحد ناجح وماشي هيك لفوق بضل خايف، بده يبقى بذات الوتيره التصاعديه، بده يبقى بذات المستوى، بتخافوا من قصه انه كيف بدنا نتابع رغم كل هالظروف القاتمه يلي عم نمرق فيها؟ بصراحه التكاتف اللي عم بيصير بين المزارع وبين الناس اللي عم بيعملوا مونه ببيوتهم، وإذا بدك نحن كيف عم نسهل أمورهم تيكون كل شيء موجود عنا، هاي الشغلة عم بتساعد إنه نضل ماشيين بهالطريقة. حتى نحن يعني كثير ناس عم يجوا لعنا عم بيتعلموا كيف الطريقة، ونحن عم نعطيهم المعلومات من قلب ورب، وعم نقول لهم كمان على الناس يلي عم ينجوا. بتعرفي أنا بس أطلع أقول علموني عم سمي من وين ومن عند مين، يعني ما في عندي شيء مخبى. اللي بده يشتغل أهلا وسهلا فيه، واللي بحب ياخذ دايركت من عند الناس اللي عم تنتج كمان أنا بنبسط، لأنه نحن ما عندنا غاية تجارية. فمن هالمنطلق كل اللي عم بيعملوا ببيوتهم، كل اللي عم بيعملوا بقلب مزارعهم، انا عم بدل عليهم لحتى الناس تروح ديركت لعندهم او يجوا لعنا وياخذوا منتهم. هي الهدف نعمل هالكره الثلج يلي لازم تكون موجوده بكل لبنان، يعني عند الكل، مش ضروري بس بقنط الياس ببيت الزراعه، نحن عم نوسعها، ما عندنا مشكله ابدا، بس نحن يمكن لانه عندنا اذا بدك هالبدايه بلشنا فيها، كانت فكره جديده، عملت اذا بدك شوي هيك هزه للمزارعين او هزه للتجار يلي مش للتجار، للناس اللي بتعمل مونه ببيوتها. كان يعمل 10 مرطبين تفاح صار يعمل 50 ويبعث لنا، كان يعمل رب البندوره 50 صار يعمل 200 ويبعث لنا، يعني قوينا الناس وقوونا بذات الوقت، وبذات الوقت هالمستهلك اللي عم يجي لعنا ومشكور عم ياخذ بضاعته نظيفه، شغل بيوت ما فيها مواد حافظه، والخضره يلي هي عم تنزل سنه عم ننزل مرتين خضره بالنهار، عم ننزل الصبح بكير ومننزل على 6-7 عشيه لحتى نكون عم نقدر قد ما فينا شريحه كبيره من الناس تستفيد من هالاصناف الخضره الموجوده. هون بدي اوجه تحيه كثير كبيره لاستاذ توني ازان مهندس زراعي، وكمان لاستاذ راضي بروم كمان مهندسين زراعيه شباب عم بكونوا واقفين حدنا بكل شيء وعم بدلونا على مصادر بعيده، هن بيبرموا بلبنان وبيعرفوا كثير مصادر وعم بدلونا كثير على ناس، فبنشكرهم كثير لاستاذ توني ازان واستاذ راضي بروم على هاللفته يلي حبوا الفكره وكمان عم بيوقفوا حدنا فيها. هلا اذا بنحب فينا ننقل على الشتله يلي قدامنا نحكي عنها، الا اذا في اي سؤال سحر. لا ابدا، خلينا ننقل على الشتله لما يسبقنا الوقت، هيك خبرنا اي شتله محضرنا اليوم. 100% صح. اليوم حبيت احكي على الشتله الموجوده قدامي، هي شتله البوانسيتيا او الاتوال دو نويل مثل معرف عنها عالميا. هالشتله حبيت احكي عنها اليوم لانه هلا بلش هالشهر ناس تشتريها، مع انه صار سعرها شوي غالي، يعني سعرها بوجع القلب صراحه، بس انه بضل الامبلام او رمز لعيد الميلاد.
هالشتله لازم نحن ننتبه لها. كثير ناس بيشتروها بحطوها عندهم ببيوتهم وبعدين بعد العيد بكبوها. ابدا هالشتله فينا ناخذها نشتريها نحطها بفتره طويله، هي بتتاقلم داخليه، هي شتله خارجيه بتتاقلم داخليه، وبنرجع بعدين نحن بس نزرعها، بس نحطها عندنا بالبيت ويخلص عيد الميلاد ويجي من بعدها راس السنه واول شهر جانفي، نقدر نشيلها ونزرعها بجنينتنا او ببويات او باحواض كبيره، بتقدر تصير شجره كبيره، لبل شجره كثير كبيره وبصير شكلها كثير حلو وبتعطي هالورق الحلو. هلا اكيد البونسيتيا بلبنان بلشوا يزرعوها، بس اكثر اوقات بتيجي الشتول الصغيره من برا، بيهتموا فيها المشاتل بلبنان ببيوت النايلون، بيهتموا فيها، بيعطوها الغذاء اللازم لها، الاناره اللازمه لها، وبفتره العيد اكيد بيظهروها لحتى تنباع وتكون موجوده بكل لبنان. بحب ذكر هيدي الشتله هي اعلى شتله مبيعا بالعالم، يعني بفتره الميلاد هالشتول بلبنان وخارج لبنان وعالميا هي اكبر اصناف الشتول يلي بتنباع عالميا. دونك نحن اذا اشتريناها بلبنان ورجعنا حطيناها ببيوتنا وحطيناها برا بنكون عم نحط شتله حلوه كثير. هلا اللي عم ياخذ شتله بده اياها تحمر، انا بحب ذكر انه هيدا الاحمرار هي منا زهره، هي الورق، يعني الورقه بتصير هي خضراء بعدين بتميل على الاحمرار. هون نحن اذا بدنا نشهل بالاحمرار تبع ورقه البونسيتيا، البونسيتيا لازم نعطيها فتره عتم تقريبا بين 13 و15 ساعه لحتى نعملها ستيمولاسيون وحافز انه بلش ورقتها تحمر. فمن هالمنطلق اذا عندنا اياها نحن هالشتله فينا نضبها بقلب اوضه بنعتم عليها بين 13 و15 ساعه تنبلش نحفزها انه تعطي لون الاحمر. هلا الزهره تبعها هي منا هيدي، الزهره تبعها هي هالزهور الصغار اللي جوا. هلا الكاميرا بتاخذها، دائما نحن اذا بدنا ننقي شتله بوانسيتيا ونطمن بالنا انه منيحه بدنا ننقي الزهور يكونوا بعد مش مفتحين، هي زهرتها صفراء، نجرب ننقيهم بعدهم مسكرين. بهالطريقه بنكون عم ناخذ شتله بعدها فتيه جديده نقدر تضاين عنا اكثر واكثر. دائما بس بدنا نسقي البونسيتيا بدنا نجرب ما نرش مي على ورقه، لانه بس نرش مي على ورقه بنأذيها. يا فينا نعملها بسيناج نغطسها بالمي خمسه لست دقائق نرجع نشيلها ونرجع نحطها بصحن، اكيد هالصحن اذا مصفى المي عليها بدنا نرجع نشيل المي من تحته، او بنحط بحص ونحط الشتله عليها تالمي تنزل ما ترجع تدق بالتراب وتعمل امتصاص ويرجع المي يصير بالتراب وتعمل عفونه او خمخمه، او اذا مضطرين نسقي بالبيت جوا ما قادرين نعمل بسيناج، بدنا نجرب نعلي الوراق ونمرق المي ديركت على التراب حتى ما يدق المي بالورق وننزعه، بس هي الطريقه الاحسن هي طريقه البسيناج انه نغطسها نرجع نشيلها ونرجع نحطها على جنب. هي شتله البونسيتيا نقدر نحن اهم شيء ننتبه لها من المن، بيجي عليها المن، بيجي عليها حشره اسمها فرفور الابيض، هالحشره لازم نحن دائما وقائيا نعمل لها رشه اذا كنا حاطينا برا اكيد، اذا موجوده بالبيت وبينت الحشره بدنا نظهرها لبرا، نتوجه على اي صيدليه زراعيه بنقول له شو في عندنا على الورقه بيعطينا دواء بندوي بنرش، اكيد ما لازم نرش ابدا البونسيتيا دواء حشرات بس يكون في شمس، بدنا نرشها بكير الصبح او عشيه لحتى ما نحرق الاوراقها لانه ورقة شوي حساسين، وورقة كمان بحب ذكر انه شوي فيهم سميه، مش هالسميه الكبيره بس فيهم شوي سميه، بدنا ننتبه الاولاد اذا قاعدين ما يقطفوا يحطوها بتمهم، او حتى اذا عندنا حيوانات اليفه بالبيت ما يجربوا ياكلوا منها، لبسينه اوقات بتجرب تاكل من ورقه، بدنا نجرب نبعد لبسينه عنها لحتى ما ياكلوا من ورقه. كمان بحب ذكر اذا بدنا نغذيها للبونسيتيا بفترة يلي بنشتريها هلا بهذا الشهر بديسمبر لنص جانفي اخر جانفي ما في داعي نحط لها ولا شيء مغذيات، كثير ناس بيشتروا البونسيتيا وبحبوا ياخذوا لها مغذياتها معها، فيهم يعملوها بس ما يحطوهم بهالفتره لانه بهالفتره بالمشاتل بكونوا عاملين خلطه تراب ديجا فيها المغذيات تبعها، فيهم الفيتامينات والكيماوي اللي حطيت لهم تحت يضاينوا، نحن فينا بهالفتره نضل لشهر اثنين او ثلاثه لنرجع نحط لها مغذيات لنرجع نحافظ عليها. من وقت للتاني اكيد باخر شهر اب اذا كانت موجوده عندنا بنقدر نحن نشحلها لترجع تعطي ورق عد جديد وتعطينا نوعيه ورونق ورق حلو لترجع تقوى الشتله وتقوى اكثر. بحب ذكر انه البونسيتيا اذا حطينا لها الفيتامينات فينا نحط لها ال 20 20 20 مع شويه حديد لحتى نقدر نحافظ عليها ويكون شكلها كثير حلو. من شهر ثلاثه وطلوع بنقدر نحط الفيتامينات البونسيتيا بنحط لها على مرتين او ثلاث مرات بالسنه، ودائما بدنا نرشها وقائيا للحشرات اذا كانت موجوده عندنا بجنينه لحتى ما يكون عندنا اي مشاكل ابدا على الفتره البعيده. كمان الوان البونسيتيا كثيره بس
99% 90% من الناس اللي بتشتري البوانسيتيا بتشتري هالشتله لونها حمراء، في الوان ثانيه، في ذهبي، في بناشي، في اصفر، بس ليه اللي طلبون بحطون شوي للزينه. الاصناف اللي هي اكثر شيء مطلوبه هي هالشتله الحمراء يلي دائما بتعطينا رونق وبتعطينا شكل حلو. اذا كان عندنا اياها ببو وبدنا ننقلها، يستحسن نعمل خلطه سو جرين مع تيرا جرين مع تراب، نعملهم تلت بتلت بتلت، نخلطهم مع بعضهم وبنجيب هالبوانسيتيا وبنحطهم بقلبها. قبل ما نحطها بحوض كبير بدنا نجيب البو، بدنا نحط بحص، نرجع بنحط جيو تكستيل او الفوتر او البديم، نوع من الشيش ما بيخلي شلش البوانسيتيا يمد على كعبه لحتى ما يسكر المهارب تبع المي تبع الحوض. هالطريقه بنكون عم نحافظ عليها، بيكون عندنا نوعيه كثير منيحه. بالنسبه للبوانسيتيا كمان لما يكون عم نشتريها بالايام، لانه بيكونوا عاطينا مغذيات كثير ورقيه تتكبر، بيكون الشلش تبعها شوي صغير، فمشان هيك من بعد ما نحن نرجع نحطها برا نحط لها فيتامينات او كيماوي يقوي الشلش ليصير في تعادل بين الشلش والورق وتكون شكله قويه وحلوه. تقدر توصل لاكثر من مترين ثلاثه، توصل لاربع امتار كشكل وكبر، وشكلها كثير حلو. فينا نزرعها داير من دار الحدايق، داير من دار البنيات اذا موجوده عندنا، وبس تلقط ويمشي حالها اكيد بتكون نوعيتها صارت كثير حلوه. في اصناف من البوانسيتا بتوصل لاعلى من 600 متر فينا نزرعها، في اصناف على 300 متر ماكسيموم، اكيد من الساحل ل 300 متر. اكيد بدنا نزرعها بدروي، كل ما علينا كل ما زرعناها بدروي كل ما احسن، وبهالطريقه بنكون حفظنا على شتله البوانسيتيا. ودائما دائما بيز حرام ما تشتروها وتكبوها، لانه شتله هلا صارت غاليه، نقدر نشتريها نزرعها ببو اكبر ونحافظ عليها مثلها مثل الجردينيا، مثل الفل، مثل اي شتله معقول نزرعها ونهتم فيها ببيوتنا. سحر عندك شي سؤال على البوانسيتيا؟ يعني عن جد انت عم تحكي وانا هيك عم بتطلع بجمال هالزهره، وكيف سبحان الله بنوال لانه تزهر وتعطي هالرونق وهالحمار وهالجمال. كتار مروان بيجيبوها ارتيفيسيال، بس ما بفتكر قد ما كانت ارتيفيسيال حلوه هيك غير الطبيعيه. ايه غير الطبيعيه ما بتعطي قيمتها وما بتعطي جماليتها بالبيت 100%. في شغله لازم ننتبه لها كمان، انه البوانسيتيا هي من الشتول يلي بتنقي الجو، يعني اذا حطيناها ببيتنا وفي عنا كتير بلاستيك او العاب للاولاد بتعرفي بيطلعوا مواد بيقدروا ينزعوا الجو، هي من الشتول يلي بتنقي الجو، يلي حتى النازا من زمان لما كانوا عم يعملوا دراسات شو اللي بنقي الجو عندهم من وراء ذبذبات الكمبيوتر والاصناف الثانيه، بين انه البوانسيتيا من الشتول اذا انحطت من المكاتب تعمل امتصاص لهالمواد يلي فيها تاذينا. دونك لما فينا نحطها بالبيوت نقدر نحطها ونطمن بالنا انه هالشتله بتنقي لنا الجو. ودائما بس نكسر البوانسيتيا، اذا هون رح جرب اكسر ورقه صغيره رح يبين دغري على الكاميرا، رح شيلها وهي الورقه رح اكسرها، بنلاحظ انه حيطلع لون ابيض منها اللي هو اللاتكس، نحن بنقول له الحليب يعني، بس هو اللاتكس. في كثير ناس بتعمل حساسيه على اللاتكس، فمن هالمنطلق لازم ننتبه نحن ما يجي على ايدين الاولاد الصغار او على ايدينا، فمشان هيك لازم ننتبه من هالموضوع. هلا تاكس معقول يقدر اذا حدا بشرته حساسه يقدر ياذينا ويعملنا اريتاسيون ويعملنا حساسيه وبالتالي بيكون عم ياذينا، فمن هالمنطلق لازم دائما ننتبه ما نقطشها لحتى ما تيجي هالليكيد على ايدينا وياذينا. هي شغله مروان فينا نزرعها بالفي، فينا نزرعها بالشمس ويسحر. عندنا سؤال من صديق متصل ما تبعنا من الاول، عم بيقول طريقه الاهتمام فيها لازم يكون فيها نحط لها كثير حديد، نحط لها مثلا فيتامينات، ولا سافا ما كثير نكتر عليها لانه يمكن تموت او تنحرق؟ لا جوستومون انا قلت انه بهالفتره ما يحطوا لها شيء، يعني بشهر 12 لا اخر شهر واحد، لانه ديجا بالمشاتل عاملين خلطه هالتراب المضبوطه يلي بضاين الشلش فيها كثير منيح، والتيرو بيكون فيه المغذيات، كمان بيكونوا حاطين لها كيماوي لحتى تضاين وتعطي رونق حلو، وكمان بخلطة تراب مثل ما ذكرت بيكون عاملينها بطريقه مضبوطه. من بعد هالتاريخ اكيد اذا صارت عندنا بجنينه بدنا نمرق لها فيتامينات، في عندنا هالنوع الفيتامين اللي هو كيماوي اونغري 20 20 20، وهيدا الحديد نقدر نحط ملعقه صغيره بملعقه صغيره ب 4 لتر مي ونمرق لها سقوي كل 15 يوم مره على 3 4 مرات. بهالطريقه بنكون عملنا توازن الفيتامينات بقلبها، الكيماوي بقلبها وتوازن الحديد، بيكون عندنا صنف فيتامين عطيناه للبوانسيتيا وعطيها رونق وعطيها شكل حلو بنقدر نحافظ عليها. بس اهم شيء انه فتره معينه من السنه لازم ينشحلها لترجع تطرد عن جديد، لانه الكعب تبعها ما بضل هالقد رخو، بتصير
بكعب شجرة بصير خشبيات وبصير شكله كتير حلو، نقدر ساعتها نبني عليها مثل أي شجرة عادي، مثل ما الجاردينيا بتكبر وبصير جزع كبير. هالشتلي كمان زيت شي، لأنه أكترية الفكرة عنا أنه هالشتلي بنشتريها بنحطها بعد العيد بنكبها برا، أوقات بكونوا كبينا بجنينة حاطينا عادي بترجع بتطرد وبتطلع، فمن هالمنطلق حرام يكبون، وخاصة بهالأسعار عن جد الأسعار بتوجع، يعني ما بعرف كيف الناس بدها تشتري بونساتيا هالسنة، إن شاء الله يزبطوا الأسعار أكثر التجار مروان، يكون لكل بيت يقدر يحط على القليل شتلي ببيته أمبلام لهالعيد، رمز لهالعيد الناس كلها تكون فرحانة بلون هالشتلي وأكيد بفرحة العيد اللي رح تجي 100%. سحر في شيء مروان، أهم شيء كثير ناس لما تاخذ وي سحر. أنا بدي أشكرك على كل المعلومات يلي عطيتنا إياها، بعد بدك تقول شيء هيك سريع لأنه الوقت خلص. رح مرق معلومة بعد صغيرة بس. إيه. رح مرق لك معلومة صغيرة بس بعد. يلا. كثير ناس بترش سبراي على البوانسيتيا مثل هالسبراي لحتى يلمعوها. هون بدنا ننتبه دائما قبل ما نرش هالسبراي لازم نرش مي على الورقة. أوكي. وبعدين رش هيدا سبراي لأنه هيدا سبراي بيقدر يأذي الورق وبالتالي بتروح من عندنا الشتلة وبتنتزع. مرسي سحر، مرسي للمستمعين والمشاهدين، ويعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله أربعة جاي بكون عندنا كمان سيكمون زراعي مهضوم ويعجبكم. أكيد مروان حيدر الخبير الزراعي اللي منبسط كتير نحن وعم نحكي معك، هيك بتفرفح لنا استوديو بألوانك وهيك بالشغف اللي عندك بالنسبة للطبيعة وللمزروعات، إن شاء الله تضل بهالهمة. أصدقائنا المشاهدين، نحن متابعين معكم رحلة يوم جديد، ولكن من بعد ما نروح إلى بريك صغير ونواصل.